عارف البضاعة اللي بيشتغل فيها ولادنا شمدي دي ما تدفعش فيها ولا مليم. يعني راجل جوز وردة ده ما دفعش حاجة خالص، يعني هما يهلبوا ويسرقوا ويبيعوا واحنا واقفين نتفرج. معقولة يا حاج من ساعتها؟ ما هو أصل الواد مرسي راح جاب لي حتة من البضاعة اللي بيشتغلوا فيها، هي نفس البضاعة اللي اتسرقت مننا. يبقى الناس دي لازم تتقدم يا حاج. اصطبر بالله بس، هو أصلا عرفت كمان إن الواد سالم اتصاحب على واحد ابن راجل واصل قوي. ايه عايز تنكشهم كلهم علينا؟ يعني ايه يعني يا حاج؟ يسرقونا ونسكت؟ يا ابني يا فتحي ما خلاص بقى. جرى ايه يا فتحي؟ ما تسمع كلام ابوك يا ابني، احنا مش عايزين وجع دماغ. ابعد عن الشر وغنيله. ايه ياما احنا اللي بنقول الكلام ده ازاي يعني؟ قال على رأي المثل مشيت الناس ما فاضلش الا النسناس. اي ما نسناس ياما ياما خليكي في حالك ياما، نسناس ايه؟ خلينا دلوقتي في اللي احنا فيه. طيب البضاعة بتاعت النعسي هتوصل امتى؟ الناس اكلوا وشي ما بقتش عارف اعمل معاهم ايه. هتوصل قريب ان شاء الله، كلها بالكتير 3 ايام. يا ريت يا ريت والله. انا بدأت افكر ان انا اغير سكة الخشب دي كلها. يا نهار ابيض، ايه اللي بتقوله ده يا حاج؟ انت عايز تبطل تجاره الخشب يا اخويا؟ صبرك بالله بس وانت هتفهمي. انا بقول ارجع تاني للطريقه القديمه من السويس عن طريق البحر، والبضاعه تتصبر في عجل كاوتش. يعني انت يا حاج قررت ان احنا ما ناخدش بطارنا من ولاد بشندي. ماشي يا حاج براحتك. ان شاء الله وصلتك البضاعه يا معلم، ما تحرمش منك يا حاج. يا عم الله يكرمك، على كل حال الدفع براحتك. طول عمرك ما غرقنا بكرمك يا حاج. بس انا كان ليا خدمه عندك يا معلم. رقبت يا حاج، اعتبره امر. ده انت لو قلت لي روح يا بنواصل بنفسك البحر، والله والله ما استنى دقيقه واحده. طول عمرك راجل يا معلم ابو النواس، طول عمرك تسون العشره. عشان كده انا عايز اقول لك على حاجه. انا مش عاجبني البت ورده واخواتها، عشان كده انا عايز اخلص منهم، بس بالراحه بالهداوه واحده بواحده. ما هو ده كان رايي من الاول يا حاج. الاول هنبتدي بالواد هريدي، بس خلي بالك انا ما بحبش الدم ومش ممكن هبتدي بالدم. انا عايزك تمخمخ كده وتفكر لهم بالراحه وتقول لي ممكن تعمل معاهم. وده معقول يا حاج؟ ده انت المخ الكبير بتاعنا اللي بيودينا وبيجيبنا، انت تؤمر نعمل ايه واحنا ننفذ على طول. هو الواد مزاجه ايه بالظبط؟ يشد دخان ازرق. اه وانت ايه رايك في البودره؟ مفيش غير البنت سمر هي اللي تقدر تشغل عليه مظبوط ويبقى زي الخاتم في صباحها. بس انا خايف يا دوكش لحسن تقر قدامه بكلمه ولا حاجه وتعمل لنا مشاكل. انت مال ايدك منها قوي؟ ما كنتش قلت لك عليها؟ وعندها استعداد تشم هي كمان؟ تشم؟ دي شمامه جاهزه. بس ده مزاج تمنه غالي قوي، منين بتجيبه؟ دي بنت مبدأها بيقول الغاوي نقض بطريقه. حلو، انت روح لها وقولها شوفها تاخد كام في الشغلانه دي وتعالى قول لي. بس الحساب بنص. لا لا لا، الحاج متكفل بكل الليله. طب تحب اقولها تشتغل امتى؟ وما دوكش مش بيقولوا خير البر عاجلن؟ اخس عليك يا معلم كده كنت هتخليني اتخنق. انا انت تتخني ايه؟ انا كل اللي انا عايزه عايز اسلطنك، عايز امنجهك. وانا كمان عايز امنجهك واظبطك واخليك فل الفل. وايه اللي مانعك يا اخت؟ ما انا قاعد قدامك اهو سايب ايديا، ظبطيني زي ما انت عايز. طب خد التنشئه دي الاول. ايه ده بيت ده؟ خرب بيتك، ده هيروين ده بيت ولا ايه؟ هيروين ده ايه؟ دي بودرة السعادة، البودرة اللي تنشئة واحدة منها تدخلك الجنة. بص. يا سلام، مفيش أحسن من كده. أحسن من كده؟ بعد بعد بنت المصيبة عني بعدي. احسن من كده
مصيبة دي ايه؟ طب بس جرب كده وانت تشوف، اذا ما كنتش تبقى زي الحصان ما باش انا سمرة. خد لك سطر يا حبيبي، انت مش عايز تبقى مبسوط؟ ما تخافش، شم يا حبيبي، جرب وانت هتدعي لي. ما تخافش، جرب كده. ايوه، نفس جامد قوي من مراخيرك. الله الله عليك. ما عملتش حاجة يعني. صبرك أمار، دلوقتي التنشئة تشتغل وتبقى عالي العال. طب فكرك أضرب لها نفسين عشان شغلوها؟ نفسين ده إيه؟ دي عايزة لها كاسين. كاسين؟ ماشي نشرب لها كاسين، احنا غرمانين حاجة. ده انت بت، ده انت طلعت اشتغل وانا مش واخد بالي. تحب ارقص لك؟ ها؟ ايه ده؟ دي ايه؟ تعرف ترقصي؟ شوف وانت تحكم. اشوف. عندك مزيكا؟ الا مزيكا، وانا عندي غير مزيكا؟ الكاسيت هناك عندك فيه كل المزيكا، اتصرف انت. تعجبني. يا ساتر، لا 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 لا، اشتغلت. هو صوت المزيكا ده جاي منين يا واد درغان؟ من شقه المعلم هريج يا ست الكل. ومعاه حد؟ معاه مزه. حلوه يا ولد. حلوه، من غيرك الحلاوه تبقى وحاشه يا ست الكل. يا قوي يا ابا عسله. ينيلك يا ولد. تخيل بقى كلامك ده قطع في قلبي. وانا بقى قلبي مقطع جاهز ومرافق. وايه اللي مسخمه كده؟ اللي بحبه يا ست الكل فوق في العلالي وانا تحت في البكابور. طب اطلع بقى عشان ريحه كفايه هتطلع. امسك افتح الباب. حاضر. ده كده المعلم سالم والاستاذ مجد. ايوه يا معلمي. يا مرحبا يا سيدي المعلمين. اتفضل يا معلم. اتفضل يا مجد. اتفضل. مساء الفل يا ست الكل. مساء الخير يا استاذ مجد. انتوا ايه اللي اخركم؟ ده انا من الصبح قاعده مستنياكوا عشان نروح ناكل الاكل عندي. معلش يا اختي، اصل مجدي واكل دماغي بموضوع البودره ده. بقول لك ايه، احنا كرنا يا اخويا الانفاس، وعلى راي المثل من خرج من كاره اتقل مقداره. لا 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 يا ست الكل، دي البودره، البودره اللي هتخليكوا تطلعوا لفوق فوق قوي. يعني مثلا كيس بودره فيه كيلو مكسبه قد مكسب طن حشيش. امال انت فاكره ايه يا اختي؟ دي تذكره البودره ما تقلش عن 200 جنيه. ده غير بقى كمان ان مخاطره قليله. يعني لو لا قدر الله كبس عليك البوليس ومعاكي بودره تقدري تتخلصي منها بسهوله. لا، تعالوا بقى عندي في البيت نتكلم برواقه. ما بلاش البيت يا اختي، خلينا قاعدين هنا، انا ومجدي نفسنا نضرب حجرين. والاكل يا اخويا اللي مرطرط هناك ده مين هياكله؟ بقول لكم ايه، اذا كان على حجرين انا عندي ياما هناك. ابا انا الحقيقه يعني اخاف ان المعلم بيوم يتضايق ولا حاجه. ما يتضايق يا اخويا ولا يتفلت، هو بيته ده بيتي انا. ولعلمك بقى الكلمه كلمتي والشوره شورتي، ولو فكر يفتح بقه بكلمه الباب يا اخويا يفوت جمل يوريني عرض قفاه. عيني عليك يا اختي، مربيهم صح. الله عليك يا الله. انت عارفه المفروض الستات يعملوا لك تمثال ويكتبوا تحتيه المراه المثاليه او رائده النهضه النسائيه. حلاوته والنبي انت سكر وكلامك روش. والنبي انت اللي تستاهل اكتر من كده بكتير. حلاوتك يا مجدي بيه. طيب همتك معانا بقى يا اخوي، لملي كام واحده كده وانزل بيهم مظاهرات، عايزاهم يهتفوا باسمي تعيش المعلمه ورده. الله 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 الله، عاجبك كده يا صاحبي؟ انا صدقت انها بقت زعيمه. ليه يا اخويا مش باش ولا ايه؟ يلا بينا، زمان الزفت اللي عندي نام. مصلحه انه نام برضه عشان نقعد على رواقه. بصراحه بقى انا مش قادر اتاقلم مع شرب الشاي في فناجين. ما تحاولش، 100 مره قلت لك تبطل شغل القهاوي ده يا حضره الضابط. قهاوي؟ ماشي يا ستي من حقك، ما انت كلها شهر بتاخدي الماجستير، مش انا بقى الباشا بتاع المباحث اللي ما هوش غير حته ليسانس. ما تتصورش انا بحب حته الليسانس بتاعك ده قد ايه. اشمعنى؟ عشان حته الليسانس ده اللي احنا اتجوزنا بيه وعشنا بيه اجمل لحظات حياتنا في مرسى مطروح، وساكنين بيه في الشقه الحلوه دي، وعايشين بيه في منتهى السعاده. ده انت احلامك صغيره قوي. مش مهم الاحلام تبقى صغيره ولا كبيره،
المهم ان الاحلام تتحقق عشان تسعد صاحبها. عارف يا علاء انا بحلم بايه؟ اكيد تاخدي الماجستير بتقدير امتياز. لا طبعا، نفسي نروح نقضي يومين في مرسى مطروح. بس كده؟ خدي الماجستير والدنيا تكون اتظبطت واخدك نروح نعمل شهر عسل من جديد. من جديد ليه؟ هو شهر العسل خلص؟ ما احنا عايشين فيه اهو يا حبيبي. عارفه حبيبتي، انا لو حد قال قدامي انه اسعد واحد في الدنيا هقول له انت كذاب. لا 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 يا ست الكل، دي البودرة، البودرة اللي هتخليكوا تطلعوا لفوق، فوق قوي. يعني مثلا كيس بودرة في كيلو مكسبه قد مكسب طن حشيش. زي ما انت عايزه. اتفضلي اتفضلي. هو انا بحبك من شيء شويه. بقولك يا ست سمر، قول يا حبيبي. واحده من موزعني ما ناقش معاكي شويه من اللي هو بودرة السعاده دي. بس كده من عينيا الاتنين. صلي على النبي. عسلها يا بطاطا بنار الفرن يا بطاطا. البطاطا البطاطا معسله يا بطاطا. انا الخلقه دي شفتها فين قبل كده؟ احلى بطاطا. ولد رغام مأمورين يا ست الكل. كله يبقى تمام يا ست الكل. هوا معسله يا بطاطا. البطاطا البطاطا. سالم عامل ايه؟ عامل كان شويه على الشغل. ايه فيها ورده؟ وفين ده؟ معسله يا بطاطا بنار الفرن يا بطاطا. مولعه يا بطاطا. انا عايزه بطاطا بس تبقى معسله قوي. عينيا لست الستات. وعايزه كمان شويه دق. خلي يا ست الكل. خلي يا ست الكل. عايز كام؟ ربع جنيه. ما انك مغلواني في السمسم. ياخد عدوينك يا ست الكل. امشي على هشعك هنا في وسط الحاره عشان تبقى فاهم. يا يلا يا علاء، علاء تفوت ولا حد يموت. سعادتك انا مش زعلان على العلقه اللي خدتها، بس بجد انا زعلان على الكاميرا والفيلم اللي راحوا مني. المهم انت احساسك ايه؟ حاسس ان هما كشفوك؟ مش عارف بالظبط، بس ورده جت اشترت مني بطاطا. يعني انت مش عارف هي اشترت ليه؟ انت
تفتكر سعادتك انها كشفتني عشان كده جت تشتري مني بطاطا عشان تطمني ان هي ما عرفتنيش؟ طبعا النوع ده بيبقى في منتهى الذكاء، يعني جايز جدا تكون عرفتك. بس يا فندم انا حاسس ان في حاجه من ورا البلاغ اللي اتقدم لنا ده. انا شاكك انهم كانوا بيبيعوا مخدرات جوه المحل وانا صورتهم، بس للاسف عارف يا فندم الصور دي لو كانت معانا كانت مسكتنا دليل جامد عليهم. على العموم احنا نسيبهم شويه علشان يطمنوا، ده اذا ما كانوش هم اللي سرقوا الكاميرا. انا من راي سعادتك يا فندم حتى نبعت حد تاني كده يراقبهم ويجي يبلغنا. مفيش مانع. اي اوامر تانية يا ست الستات؟ شكرا سيادتك، انت على الله. وانت من اهله. حبيبتي. ايه ده؟ بتعملي ايه؟ زي ما انت شايف. هكون بعمل ايه؟ ايه ده؟ حشيش. حشيش؟ حشيش في بيتي؟ انت اتجننتي يا ورده؟ بتاع مين الحشيش ده؟ هيكون بتاع مين يعني؟ بتاع اخواتي. اخواتك؟ وجايباه هنا ليه؟ جايباه عشان اخبيه هنا لحد ما البوليس يكن عننا شويه. يا نهار اسود، هو البوليس كمان عارف؟ ما تخافش، انت خايف ليه؟ مفيش حاجة اسمها ما تخافش، الحشيش ده ما يباتش هنا. يعني ايه؟ ارميهم؟ رجعيه لاخواتك، مش انت بتقول الحشيش ده بتاعهم؟ ما اقدرش ارجعهم يا عينيا. هترجعيه يا وردة، هترجعيه، والحشيش ده مش هيبات هنا، أنا مش مستغني عن عمري. الله ما يطولك يا روح، ما قلت لك بقى ما تخافش، ما تبقاش جبان. لا يا ستي، أنا جبان وخواف، وبعدين هيحكموا عليا بالإعدام، وعليك أنت كمان. يخرب بيتك، ما تلاقي مراسك يا اخويا، فلا الله ولا فعلك. اسمع، انت الحشيش ده تاخديه وتحطيه في كيسه وتروح ترميه في اي حته. تجن انت يا راجل انت، ارمي ايه يا عمر؟ ارمي بضاعه بتساوي الوفات. ان شاء الله تكون بملايين، الحشيش ده مش هيبات في بيتي. بيتك؟ لا والنبي يا اخويا كيفتني دي. بيت ايه وبيت انت؟ انت ناس يا اخوان الشقه دي مكتوبه باسم انا ولا ايه؟ مش مهم يا ورده، انا خايف عليكي، اخواتك دول هيودوكي في داهيه، اقطعي علاقتك بيهم. انت جننت يا راجل انت؟ ده انا كنت ارميك في الشارع ولا حتى اسال فيك. علاقت علاقتي باخواتي ايه؟ وبعدين تعالى هنا، هو انا كنت قلت لك يا حبيبي ان هما تجار مواشي؟ ما انت طول عمرك عارف انهم تجار حشيش. يا ستي احنا مالنا بشغلهم؟ مالناش دعوه بشغلهم، المهم ابعدوا عننا. الحشيش ده لما باتش هنا لليلادي يبقى انت من سكه يا حبيبي ولا من سكه تانيه. قصدك ايه يعني؟ قصدي لو خدت الشنطه دي وخرجت من باب الشقه يبقى ترمي عليا يمين الطلاق. حرام عليك يا ورده، بتعملي فيا كده ليه؟ ده انا بحبك وخايف عليك. حلو انت ليك عيشتك يا اخويا، انت مش خايف عليا انا، انت خايف على نفسك. طب اعمل ايه بس عشان تصدقيني؟ لو عايزنا صدقك بصحيح تكتم بقك خالص وتسيبني بقى ماشي اللي في دماغي. الله يخرب بيتك يا سالم انت وهريدي. يا بلك معايا اكل سمك وجمبري، انما ايه؟ شمون شمون انت باين عليك شرقان قوي يا معلم. يلا روح 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 اعمل لك سلامتك. ايه
هي ايه حكايه البت دي مع عريتي؟ ايه مفيش نسوان غيرها ولا ايه؟ انا بصراحه بقى كده يا ست الكل مش مستريح للبت دي، بت البودره ضربها وسمعتها اللهم احفظنا في الطين. انا قلقانه قوي يا واد ترغاب، المعلم هريدي الايام دي صحته كده في النازل مش عجباني. انا بقى مش خايف على المعلم هريدي من البت دي غير من حاجه واحده بس. ايه هي ولا؟ انها تعلمه الشم. شم ايه؟ انت عبيط يا ولا؟ المعلم هريدي طول عمره ناصح ليه في الانفاس وبس. انا اللي خايفه بقى منه بصحيح ان البت دي تلفه وتتجوزه. وانت هتوافق على حاجه زي دي يا معلمه؟ طبعا لا، بس هو ممكن يتجوزها من ورانا. ودي درغام، انا عايزاك تراقب البت دي وتجيب لي كل اخبارها. اخبار الواد هريدي يا ابو النواس بيفرفر يا حاج. يعني ما اصلكش اصلك ده يا حاج؟ ده بعد عنا طب زرفت برايك. ويا ترى الحساب كام دلوقتي؟ بس لما تخلص الشغلانه يا حاج. اسمعني بس، ما انا عارف ان المدعو ده بيتكلف الشيء الفلاني. شغلش بالك يا حاج، محسوبك سداد. بس بشرط يا ابو النواس، انا مش عايز حد يدرك ان انا لي علاقه بالموضوع ده ابدا. ولا حد يضرب ايه انا كمان يا حاج. الله، ده شغل على ميه بيضه. وده يا سمره مبسوطه؟ ايه ده ابي كمان زيه؟ تبقيش طماع بقى يا بيت، انت واخد اكتر من حقك وزياده. البودره شحت وغليت يا معلم، وكمان دي اجره ايدي، ولا اشتغل جدعانه يعني؟ خلاص انكتمي. هات. المهم الزبون فاضل عليه قد ايه الليله؟ وتقول علي يا رحمن يا رحيم. حلو، عايزك بقى يا اموره بعد ما تخلصي الليله دي تداري في حته، والدبال الازرق ما اعرفش طريق وشك فين. طب ما تدخلش كده. ما عرفتش ولا كان بيتكلموا في ايه؟ لا يا ست الكل، كان كلامهم بشويش. وايه اللي كان موقفهم في الضلمة؟ يظهر كده الله اعلم بقى ان هم ما كانوش عايزين حد يشوفهم وهم مع بعض. طب لو كان ابو النواس هو اللي زق البنت دي على هريدي، ايه مصلحته من ورا الحكايه ديت؟ ولا درغام امور يا ست الكل، مش عايزه ولا زبون يجي النهارده. واطلع شوف لي سالم وهريدي اتاخروا ليه. ها يا ست الكل. معقوله؟ معقوله اللي الناس دي بتعمله فينا؟ معقوله ان البوليس مش قادر يقبض عليهم؟ ما تزعلش نفسك كده، استناني بس. انا بستف لهم تستيفه ما يقدروش يفكروا فيها، وان شاء الله قريب هيقع واحد ورا واحد. يعني هتعمل ايه؟ وانا لسه هعمل، ما انا بديت خلاص، وبكره تشوف اول واحد هيقع قريب قوي. طيب انا عايز اعرف انت عملت ايه. عايز تعرف؟ يا سلام، ليه؟ هتقولي صح ولا غلط؟ ما عادش فاضل غيرك انت من امبارح اللي هتعدل على ابوك. انت تقعد تتفرج، قلت لك انا هخلصك منهم واحد ورا واحد، يبقى تسكت وتتلاقي خالص. انا كنت عايز اعرف عشان اطمن بس. لا خالص، اطمن راح بالك. وبعدين يلا، انا قلت لك ابعد عن جوز اختك ده، مش عارف انت لابد له ليه ولازق فيه. معلش يا حاج، اصل انا كنت طالب منه خدمه بيعملها لي. يا خالص ناقص خدماته؟ سبحان الله، انت ناقص تقول له يجي يشتغل معانا. طب يا ريت، يا ريت نلاقي له سكه نخش له منها، بدل ما احنا عايشين كده طول حياتنا متهددين. متهددين ايه وخيبه ايه؟ اوعى تفتكر يلا ان انا قلت لك ما تقربش منه وان انا ببعد عنه وخايف منه. لا لا لا، ده انا ممكن امحيه في ثانيه. انا كل اللي عامل حسابه مروه اختك. انا خايف مروه تعرف شيء عن حقيقه شغلنا، ساعتها الصدمه هتبقى كبيره قوي عليها. طب ما تجرب كده يا حاج، تقول لها حبه حبه يعني، يمكن تقتنع بتجارتنا. انا عارف انها بتحبك. ربي اني لا اسالك رد القضاء، ولكن اسالك اللطف فيه. يعني ربنا رزقني بعيل واحد والحمد لله، طلع حمار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. موضوع حكايتكم النهارده، انا موصيتك كحل يا بيه. اخوك فين؟ نايم فوق في شقته. ليه؟ الساعه بقت 12 ونص الظهر، لو مالكوش كيف تشتغلوا النهارده قولولي. ما تستهدي بالله يا اختي، انت مالك متزربنه علينا كده ليه؟ عايز بس كلمتين على جنب.
ولد الغامض. أمور يا ست الكل. شيل الشاشة دي وخلي بالك يا ولد. أنا يا ست. مالك يا واد السام؟ في إيه؟ هريدي يا أختي. ماله هريدي؟ مدروخ ومدلون على الآخر. يعني إيه مش فاهم؟ هريدي اتضرب بالبودرة. يا بسامتي؟ قول كلام تاني غير ده. لا والأدهى. طلع لي ومدروخ ومدلون على الاخر وبيدور على شمه ومش لاقي. يا نهار اسود للدرجه دي يا سالم؟ واكتر من الدرجه دي يا اختي. انا مش عارف ايه اللي رمان الناحيه دي. على قدك البودره دي بالذات اخر حاجه كنت بفكر اتاجر فيها يوم اخويا يدمنها. استغفر الله العظيم يا رب. لا يا سالم لا، احنا لازم ننجده من هو فيه ده، نوديه مستشفى، نوديه اي حته يتعالج فيها. اه يا ولاد الكلب، انا عارفه مين اللي عمل فيه كده. هما مين دول؟ خدوا بالكم يا معلمه، الحكومه كابسه. دلوقتي يا معلم اروين ايه؟ البوليس قالب الدنيا تحت يا معلم، لو عندك بودره ارميها في الحوض وسايب عليها الحنفيه. بودره ايه؟ بودره يا معلم انت نسيت انجيه سطر سطر اوعى تتغاضى. ابص ده هات تذكره باي ثمن يا معلم. انت متاكد ان مفيش اي مخدرات هنا؟ قلت لك مفيش. اهدى بقى شويه. عايز تذكره ابص ده والنبي اهدى والنبي. ابص ده الحكومه قلب الدنيا تحت. انا هطلع شقه المعلم سالم اتاكد ان ما فيهاش حاجه. دي الغلطه يا ابوسيد. اهدى والنبي البوليس مال الدنيا. هدي تذكره يا معلم. اهدى يا معلم. يا معلم اديك اي فلوس. اديك اي فلوس. انا رعب. دماغي هتفكر. ده بيتهم اهو، ما حدش ساكن فيه غيرهم. تعالى نفتش. وراي جبتوا تذكرة صح؟ هاتي تذكرة، هاتي تذكرة الله يخليك وهديك اللي انت عايزه. والله والله هديك اللي انت عايزه كله. ايه شغل الجنان ده؟ لا 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 انا مش مجنون، انا بس عايز هشمها فوق وابقى زي الفل. والله حمدي فتشوا المكان. هاتوا لي السمرة الله يخليك. هات لي السمرة ابوس ايدك. هات لي السمرة. عايز سمرة؟ هريحك واجيب لك سمرة. الله يخليك. هات لي بلاش سمرة، انا هشم. انت متاكد ان البيت عندك نظيف؟ ما تقلقيش يا اختي، الشقه امان على الابيض. وهريدي؟ ما قلتلك ضربته البودره. وبعدين بقى في المصيبه اللي حلت علينا ديت. البضاعه في الحفظ وصون يا معلمه. جدع يا ولد. والبوليس ملقاش حاجه عندهم؟ ابدا. امال بيخبوا المخدرات فين؟ علم علمك يا فتحي بيه. قول لابو النواس الواد هريدي عامل ايه دلوقتي؟ صحته في النازل خالص يا حاج. اخر مره هاج وكان هيكسر دكان العلاف لولا اختي بعتت جابت له تذكره. واللي طالع عليه اليومين دول بقى ماشي في الشارع عمال يندع البت سمر. الله، يعني ما بيشتغلش معاهم خالص بقى؟ شغال معاهم ازاي يا حاج؟ بعد ما البودره لحست عقله. يعني ايه؟ هما اتنين بس دلوقتي اللي بيشتغلوا؟ اتنين بس ايه يا فتحي بيه؟ بمقام 10. ده غير الصبيان اللي عندهم. عندهم جيش من الصبيان عيال ايه؟ ما شاء الله. وده الواد سالم ده. واد ابن جنيه. وبعدين يا ارض يا اختي، انت هتسيب اخوك هريدي كده كل يوم بيضرب بودره بفلوس كتير قوي، بعد كده مش هنلحق عليه. لازم نلحق عليه يا سالم، يا اما هيموت. يرضيك اخوك الكبير يموت؟ وعليكم انت بايه؟ ما تودوه المصحه. مصحه؟ هيعملوا ايه في المصحه يا مجدي؟
هيعالجوه طبعا. يعني ممكن يخف يا مجدي ويرجع ويبقى احسن من الاول كمان. يا ريت يا مجدي يا ريت. طب قصه المصحه دي تتكلف قد ايه؟ تتكلف زي ما تتكلف، المهم اخوك يخف ويبطل المدرع اللي بيدفعه ده. ويقابل لنا واحده تاني ويشم تاني ونفضل احنا نجري وراه. طب تبقى واحده بس تهوب ناحيته عشان اجيب مصاريها بايديا. انا لو حد بس يلمني على البنت اللي اسمها سمره دي كنت اوريكم راح اعمل فيها ايه. عارفه ما دام البنت دي عملت كده واختفت يبقى اكيد في حد وراها. كلامك مظبوط يا سمتي، بس مين من المؤذيه اللي فكر في الفكره ديت؟ شغلانه تعبكم دي شغلانه منفسه كلها اسفين. بعدين يعني هو مفيش تجار غيركم؟ كتير يا مجدي، بس الشغل كله جه ناحيتنا. اصل الصنف اللي معانا عالي قوي. ولما الصف اللي معانا يخلص هتجيب منين؟ زي ما جبت اولاني هجيب تاني. خلي بالك يا سالم، مش كل مره تسلم الجره. ليه؟ انتوا بتجيبوه منين؟ يا فتحي الحاج مش في المغلق ليه؟ حاج ايه؟ الحاج بيجي هنا كل فين وفين. على كده بقى انت اللي شايل الشغل لوحدك. بس الحاج هو الخير والبركه، ما اقدرش اعمل اي حاجه غير لما ارجع له. جريه توحه، ده انت طول عمرك قدها ودود. انا اصلا ما كانش ليا في الشغلانه دي، بس نعمل ايه بقى؟ الجواز والخلفه والعرب. ايوه الجواز، اهو ده بقى الموضوع اللي انا كنت جاي للحاج عشانه. اوعى تكون جايب له عروسه، لو جايب له عروسه اوعى تقول الكلام ده قدام امي، انت عارف. توخك راح بعيد قوي يا توحه، انا جايب عريس. عريس؟ لمين؟ لفاطمه يا حاج. طب يا ريت يا حاج، عارف يا اللي اسمك محسن اول مره في حياتك تفكر في حاجه كويسه. يا ست بهيجه انا ما بفكرش غير في الخير وبس. ويا ترى جنسه ايه العريس ده؟ مقاول يا حاج، مقاول في شركه مقاولات كبيره جدا. ايوه انت تعرفه كويس؟ طبعا يا حاج، ده ابن عمتي، شاب مستقيم لا سجاره ولا كاس، ومن بيته لشغله ومن شغله لبيته. والله دي مواصفات بني ادم كويس بصراحه حاج، انا مستخسره في اي واحده غريبه. طيب المهم هي توافق. الله، ما توافقش ليه يا حاج؟ ده عريس تتمنى اي واحده في الدنيا، وبنت العقاد يتمناها اي بني ادم في الدنيا، ولا يا سي محسن؟ طبعا يا حاج طبعا، ده شرف كبير له. مسكينه، عارف يا اللي اسمك محسن انت، البت دي مقطعه في قلبي، مش قادره تنسى المرحوم جوزها لحد دلوقتي. والله يا ست بهيجه المرحوم ما كانش يستاهلها، كانت اخلاقه والعياذ بالله زي الزفت، لكن العريس اللي انا جايبه على الفرازه كامل من مجاميعه. طيب على كل حال انا هاخد رايها. طب مش تشوفه الاول يا حاج، مش يمكن يعجبها شكله. شكله ده ايه؟ انا ما عنديش في الجواز حاجه اسمها شكله، المهم شخصيه البني ادم يكون كويسه ويقدر يقنعها. والله ما حد هيملى عينها غير الشحات ابن عمتي يا حاج. واذا اذن الله تعالى العريس اسمه الشحات. ايوه يا حاج، الشحات عبد العزيز الشحات. بسم الله ما شاء الله، وانت فرحان قوي. الشحات عبد العزيز الشحات، هي ايه عيلة شحاتين يا ابني كلها ولا ايه؟ هيستريح وينام. انا مش استريح، انا مع سمره. مين سمره؟ لا ما تشغلش بالك انت، اصل ده موضوع عائلي بينا. طيب من فضلك نسيبه يستريح. طب احنا هنقدر نشوفه امتى تاني؟ الزياره مش قبل اسبوعين، اتفضلوا. يلا يا جماعه يلا. زي الفل. انت بتتكلم جد؟ يوه، ده حالات اسخن من كده بكتير، دخلت هنا وبعد شهرين خرجت زي الفل. ربنا يطمنك زي ما طمنت قلبي. امسك امسك دول كلهم ليك. عارف لو خليت بالك منه انا كل اسبوع هروقك.
طمني يا هاني، هيخرج هيخرج. ربنا يطمن قلبك. سلام. قلبي معاكم يا معلمة. ها طمنتوا عليه؟ ربنا معاه. ايه قدركم هيقعد كتير؟ يعني كام يوم كده ويطلع. البركة فيك بقى يا معلم سالم. على العموم احنا تحت امركم في اي حاجة. كتر الف خيرك يا حبيبي. ما احنا برضه شايلينكم الوقت عوزة يا معلمين. هو احنا نقدر نسيبكم؟ متشكرين يا معلمين. ما نجيلكمش في حاجة وحشة. يلا بينا يا اختي. لا مش مرتاح لبصة لولية وردة دي ولا حتى الكلام. ايه تفتكر حاسب بحاجة؟ شكلها بيقول كده. وحتى لو حاسب بحاجة هتعمل ايه يعني؟ ولا تقدر تعمل اي حاجة. الواد اخوها عينه زي ده. مرة عجبته لاف عليها وعلمته الشم. انتوا دخلكوا ايه؟ وبعدين يا حاج هو مش قد الشم يشم ليه؟ تمام بس خلي بالك انا مش عايز الواد ده يخرج من المستشفى تاني ابدا. خدي حاجه تفوتني يا حاج. الواد بيحب سمر حرام احرمه منها. ايوه بس تفتكر البنت دي هتعرف تخش له في المستشفى؟ دي بنت جنيه. وبعدين ما تنساش يا حاج الفلوس بتفتح السكك المقفوله. اه والله من حق الفلوس. طب قول لي بالمناسبه بقى احنا حسابنا وصل لحد كام دلوقتي يا ابو النواس؟ انا عايز افهم هو انتوا مش عارفين تقبضوا على البت دي هي واخواتها؟ ما احنا لازم نقبض عليهم متلبسين. الله هو انتوا مش عارفين انهم بيتاجروا في المخدرات ولا ايه؟ عارف ومتاكد ان اخواتها بيتاجروا في المخدرات. هي لسه شاكه ومع ذلك كل مره نكبس عليهم ما لاقيش حاجه. بصراحه يا علاء انا متغاظه بالبنت دي قوي. صحيح اتقي شر من احسن تقليه. مش يمكن هي بقت كده نتيجه احساسها بالظلم واللي اتعمل فيها؟ معنى كلامك ده ان كل واحده جوزها يطلقها لازم تنحرف. ما تنسيش يا حبيبتي ان دي واحده مش متعلمه وظروفها صعبه. لا معلش بقى كنت ممكن اتعاطف معاها واعذرها لو راحت اشتغلت شغلانه شريفه. طب يا جماعه ممكن نغير الموضوع ده؟ هو مش انت اللي فتحت الموضوع ده يا استاذ ولا حسيت بتانيب الضمير؟ ولا حس بتانيب ضمير ليه يا علاء؟ لانك شاركت في ظلم ورده. طب ما انا كمان اتظلمت يا علاء. انت عايز تبرئ نفسك وتطلع بابا هو الغلطان وحده؟ وانا غلطت في ايه يا ست مارو؟ انت غلطت غلط كبير قوي. كنت مفروض تبقى شجاع من الاول وتقول لهم انك هتتجوز ورده مش تروح تضحك عليهم وتتجوزها من وراهم وانت عارف ان بابا ما بيحبش حد يضحك عليه. اختك بتتكلم مظبوط. انا شايف ان كل المشاكل اللي بتحصل دي نتيجه تصرفاتك يا فتحي. وبعدين كل شويه البنت دي تروح تتهم بابا اتهامات فظيعه. اه وجوزك وزمايله اول ما بتروح تبلغ بيصدقوها على طول. يا عم نصدق ايه وما نصدقش ايه؟ ما انتوا كمان كل شويه تتهموها هي واخواتها. يعني كنت عايزنا نعمل ايه علاء يعني؟ وبعدين انا عايز افهم انتوا ليه ما قبضتوش على الواد هريدي؟ مش الواد ده بقى مدمن؟ رحنا وكبسنا على الشقه وفتشناه وفتشناه هو شخصيا وما لقيناش معاه حاجه. انما انت عرفت المعلومه دي منين؟ ما انت عارف اخبارهم بتجيلي. انا خايف بس تكون لسه بتفكر فيها. ايه يعني قصدك اكون لسه بحبها؟ جوازك منها اكبر دليل ان كان في قصه حب عنيفه. سامع جوزك بيقول ايه؟ في دي جايز عنده حق. طب ما تغيروا الموضوع يا جماعه. انتوا ليه بتقلبوا عليا المواجع؟ بقول لك ايه خلينا في المهم. مهم ايه تاني؟ عايز تقول ايه دلوقتي يا عم علاء؟ انا ما بقتش عارف اشوف شغل. ما بقتش عارف اسافر اجيب خشب. بالعكس يا فتحي انت تسافر وتروح وتيجي وتشوف شغلك عادي خالص. اه وانتوا بقى تقعدوا كل شويه تفتشوا المراكب بتاعتي مش كده؟ يا عم ما تسيب اللي يفتش يفتش. انت خايف من ايه؟ ما تنساش يا علاء ان فتحي تاجر واهم حاجه عند التاجر سمعته. قولي له. وبعدين انا عايز افهم يعني لما الحاج كان ماسك الشغلانه ما كانش حد يجرؤ انه يفتش المراكب بتاعته، اشمعنى يعني لما انا مسكتها؟ لان انت اللي اتجوزتها وطلقتها مش الحاج.